الأزهر العساوي، رئيس المرصد الكندي للحقوق والحريات، منظمة مدنية كندية تعمل أساسا في مجال الحريات العامة والحقوق الأساسية للشعوب. مجال اهتمامها هو المغرب العربي، دول المغرب العربي. منذ انقلاب 25 جويلية 21 في تونس، المرصد ركز كل جهوده لمساندة وإسناد التونسيين في استرجاع حريتهم، في استرجاع بلدهم المختطف بعد 10 سنوات من الثورة اللي حقق فيها التونسيون مكاسب كبيرة. دستور من أرقى دساتير العالم اللي لقى مساندة شعبية ودولية كبيرة، هيئات دستورية كبيرة، مجلس أعلى القضاء، لجنة عليا المستقلة للانتخابات، لجنة مكافحة التعذيب، لجنة مكافحة الفساد، ومؤسسات عديدة أخرى، فضاء من الحريات الصحفية. كل هذا يأتي انقلاب 25 جويلية اللي يأتي عليه بجرة قلم ويعيد التونسيين إلى ما قبل الدولة، يعيد إلى حالة فردية مقيتة تتركز فيها السلطات عند شخص واحد، حالة من العبث بإدارة الدولة بالمراسيم، فلا تعرف من يحكم البلاد، من يعين الناس، من يقيل الناس، من يزج الناس. هذه كلها وضعية لم تعهدها تونس حتى في أعتى الدكتاتورية بن علي. الوضعية هذه عكس ما ادعى أصحابها وصاحبها الأساسي أنها ستأتي بالرخاء وبالرفاه للتونسيين، للأسف الشديد أغرقت التونسيين في حالة من الفقر، أغرقت التونسيين في حالة من الخصاصة. التونسيون أصبحوا طوابير في الشارع بحثاً على الخبز، بحثاً على الرز، بحثاً على الزيت، بحثاً على القهوة، مواد أساسية ضرورية لم تنقطع من السوق التونسية في التاريخ الحديث إلا في هذه الفترة من السنتين، وكأنها عملية إذلال ممنهج للتونسيين على الثورة اللي قاموا بها. هذا مما يدفعنا، اللي أدى أيضاً إلى دخول مساجين كثيرين، رؤساء أحزاب، محامين، قضاة، عزل قضاة. هذا الشيء خلانا نقف بكل ما نملك من جهد ووقت وإمكانات إلى جانب التونسيين من أجل استرجاع دولتهم، وندعو الفرقاء السياسيين أن يجلسوا مع بعض، ندعو أنصار الديمقراطية في تونس أن يجلسوا مع بعض ويعملوا برنامج لإخراج البلاد من النفق الذي تردد فيه. ونحن سنظل موجودين، وعاشت تونس حرة مستقلة، وعاش المغرب سيدا على أرضه وبحره وصحرائه. شكرا لكم.